الحكم الكاميروني اليوم نيون 36 عام، دولي منذ 2008، حضر في نهائيات كأس افريقيا للامم 2012 2013 2015 و2017، وتابع هذه النهائيات الافريقية 2019. كاميروني مرياح يا مرياح اليوم، لعب التغطية، خطورة ملغشية لكرة الانترفال، اوتا ياسين يدخل منطقة الجزاء، واليوم يقول لا والف لا، ما يسالش، يلزم نرعبوهم. فرجاني في التغطية، كنا خايفين عليه فرجاني قبل ياني، وصولتا وبكرة لوجدي، يلا يا وجدي متعدي، وجدي والركنية، هيا ياسين، هيا ياسين وديلان براون، جيبوا لنا كرة رأسية مطرق، مساكني وين الكرة تساوي؟ فرجاني شوية بركة لعطانا أحلى الأماني، فرجاني كالعادة يلعب بأربع عينين، عنده الرؤية للكرة باتجاه ياسين، والتصدي الدفاعي، وين موقف متسلل واضح لصالح الدفاع التونسي بدون خوف على النسور في هذه اللقطة. قلنا داعش ياسر، يلا يا غيلان، هات الكرة وين للعرس أدريان، فرصة ممتازة للمنتخب التونسي. فرجاني يتدخل من يوسف، فرجاني خنيسي طويلة طويلة طويلة، والعرس أدريان أمام ياسين الخنيسي، مساكني كرة جميلة يقدمها المنتخب التونسي، لكن مخالفة مخالفة، يا يوسف وهذا لا، صعبت عليه يا ياسين، صعبت عليه ياسين، لكن معليش هذه كل نقاط معنوية على الدفاع الملغاشي. التصوير رايعة، شنو هذا يا وهبي، كرة من سمر العمالقة، كرة قوية، أدريان بالرشاقة الملغاشية، من خلال 10 مرات في دور ربع النهائي تأهلت تونس 3 مرات إلى دور نصف النهائي 1996 على حساب الكابون بركلات الترجيح 4-1 بعد نهاية المباراة. اللي عنده المساحة يوسع، ومعز حسن في المتابعة، ضربة مرمى لنصور قرطاج. في المقابل المنتخب التونسي أخفق 6 مرات ولا لا، يلا يا يوسف، الحكم يطلب اللعب، الحكم يطلب اللعب، والفار والفرنسي ميو، وينو وينو وينو، هجوم عكس معز حسن، واحدة واحدة، والمبيت الياس، كرة يلا، لا لا لا، كان بالامكان يا وجدي، افضل بكثير مما كان. المنتخب التونسي طالب بركنية، لم يكن متسلل وجدي كشريدة، هذا وجدي كشريدة، كشريدة يوزع، مرة أخرى ضعنا فيها في قلب الدفاع الملغاشي، تاع ياسين الخنيسي، يوسف من فخر الدين بني التصوير، غدار غدار غيلان في الميدان، صاروخية يا سلام، هو غيلان الخزري، وين المطرقة؟ وين المطرقة؟ المطرقة ما جاتش لا ديلان براون ولا ياسين مرياح، ضيعوها الكرة، رتب لنا الأولاد، شنو هذا يا ديلان براون؟ ديلان براون يا رايع، رجع بقوة على المهاجم أندريان سينا، وينو يوسف؟ يراوغ يوسف، تسويب، لكن سهلة عند الحارس أدريان، في كل مرة نتهزوا الناس الكل، هذه فرصة كبيرة، برا أسامة الحدادة، ترويض من مساكني، وفي هذه اللحظة رقم 32، لكم مني مشاهدينا كل عام أجمل تحية، بانتظار العودة بكم عند ضربة بداية الشوط الثاني، بعد الفاصل أعود بكم من جديد للزميل معز بولعيا. الذي واب الخزري، الخزري، جول جول،
اليسار المدافع الايسر اليوزع استريا سدار استريا سدار استر. هذه كرة الأولى أعطونا فيها إنذار ومن أنذر فقد أعذر. سخيري هذا المساكني صوب جول يا فرجاني يا فرجاني جول. هاي المرة هذه باش نقولها يا الأولاد هاي ملعبية القتال كرادين هذا مدوب الفيتامين فرحوا التونسيين فرحة كبيرة يا موريني في أريانا وبن سرد وسوسة وقبلي وكابس وتاتا وين وبن كردان وبرجت خضرة الآن الآن النصور يا سر. الجزيرة المرغشية ضربها تسونامي تونسي وما فهموهاش الضربة كيفاش. وعبي يا دينا برون كورة وأدريان الحارس هذه تونس المزيانة هذه تونس الفناء والحكم يخلي اللعب حدادي يوزع الركنية الركنية يا وخياني تونس تكوي كي لحد الآن في هذا الميدان هذا الشيء نحبه يا سادة يا كرام. إن شاء الله المطرقة تجي وكورة أي كرات وهبي الخزري نار 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 يا حبيبي نار أو تجبر اللاعب رقم اثنين كرة وهبي يلا وهبي وهبي غدارك يا وهبي توا ما يسالش مسموح لك ما دابنا حاطين ساقي لا جول 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 نار 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 تونس نار عيدنا عيدين يا توانسة عيدنا عيدين يا توانسة من بن سرد التتوان هذه الفرحة اللي محتاجينها في تونس كل دار وكل قهوة وكل شارع وكل زنقة في التاكسيات في كل مكان رائد صغاريد شد بعضها في تونس الخضراء تونس تونس الشهامة تونس الولاد ترجع الكرة للمنتخب مدغشقر اللي خذا ثقة عاود رجع للثقة بعد الضربة القاضية في المرة الأولى والثانية أدريان